مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نكمل مع بعض في كاشن انجلش. معاكم مروه جمال، معيده قسم تكنولوجيا المعلومات. السكشن ده ان شاء الله نتكلم مع بعض، هنكمل شويه دردش عن الكمبيوتر، فناخد مع بعض باراجراف عن ال characteristics of computers، وهناخد بعض ال exercise هنحلها مع بعض، true false، ال complete، وهكذا. خلينا نقرأ البروجرامز مع بعض. أول حاجة عندي computers are machines designed to process electronically especially prepared pieces of information which are primitive. يعني الفكرة الأول إن الكمبيوتر عبارة عن أجهزة، الأجهزة دي بتدخل لها الأول مجموعة من ال information، من البيانات. ده البيانات دي بيحتاج ان هو يعالجها بشكل ما او بطريقة ما عشان نقدر ان احنا نستفاد منها. handling or manipulating the information that has been given to the computer in such way as doing calculation, adding information or making comparison is called processing. احنا قلنا الكمبيوترز عندنا هي عبارة عن ماشينز، فدخل لها الاول مجموعة من الداتا. بالداتا دي بيحصل عليها حاجة اسمها processing. البروسيسنج اللي هو معالجة البيانات. طيب البيانات الداتا دي انا ممكن اعالجها ازاي؟ ممكن اقدر اعمل عليها calculations، عمليات حسابية، adding information، ممكن اضيف عليها معلومات زيادة، ممكن اعمل comparisons، مقارنة بين البيانات وبعضها بحيث ان انا اطلع، او اعمل decisions على المقارنة اللي طلعت. طيب الكمبيوترز اللي بتقوم بالمعالجة البيانات دي في الأساس هي are made up of millions of electronic devices capable of storing data or moving them at enormous speeds through complex circuits with different functions. الكمبيوترز عشان تقدر تكون قادرة إن هي تعمل process للبيانات الموجودة دي، أولا بيكون فيها مجموعة من الأجهزة اللي بتبقى مسؤولة عن storing الداتا دي. ما الداتا اللي أنا هتعامل معاها محتاج إن أنا يكون عندي مكان هخزن فيه الداتا دي قبل وكمان بعد المعالجة. طيب وطبعا كل ما كان معالجة البيانات دي بيتم بسرعة هايلة بتكون حاجة أحسن، لأنها بتوفر وقت عندي. طيب الكلام ده بيحصل إن أنا بيكون عندي جوه جهاز الكمبيوتر مجموعة من السيركتس، الدوائر الكهربية، كل سيركت من دي بتقوم بفانكشن معين عشان في الآخر يحصل عملية البروسيس. طب وبعد كده قال الأول إنه all computers have several characteristics in common regardless of make or design. الكمبيوترز يبقى ليها مجموعة من الصفات مشتركة فيها عامة ما بينها وبين بعضها، بغض النظر قوي عن هي صنعت ازاي او التصميم الداخلي الهاردوير قوي للكمبيوتر من جوه. Information in the form of instruction and data is given to machine. لأن الكمبيوتر هو عبارة عن ماشين بياخد الداتا أو الانستركشن أيا كان إيه المعلومات اللي أنا بديها. طيب after which the machine acts on it. بعد كده الماشين acts يعني بترسبوند، بتتفاعل مع البيانات اللي أنا مدخلها دي، بيحصل processing، بيحصل acting عليها، فبيبدأ يطلع عندي output، فعندي result نتيجة نهائية بتطلع عندي returned عندي. The information presented to the machine is the input. ال information أو الداتا اللي أنا بدخلها دي عندي بسميها ال input اللي هو الإدخال للجهاز بتاعي. طيب وال internal manipulative operations اللي بتحصل على ال input بتاعي دي اللي هو ال processing المعالجة. And the result ال input بيحصل عليه processing بيطلع لي نتيجة نهائية اسمها ال output. دول أهم تلات عمليات عندي. These three basic concepts of input processing output. التلات مفاهيم اللي موجودين عندي دول ال input وال processing وال output، دول اللي بيحصل عامة في الكمبيوتر. طيب وده برضه عبارة عن محاكاة للي بيحصل في الواقع. ال input وال processing and the output occur in almost every aspect of human life whether at work or at play، وده اللي بيحصل عامة في human life في حياة الإنسان،
سواء at work في الشغل or at play في اللعب. For example, على سبيل المثال in closing monitoring في غسيل الهدوم ال input عبارة عندي في إعادة هيكلة الهدوم sorry ال input عبارة عندي pieces of cut clothes الهدوم اللي حصل لها تقطيع أو حاجة. طيب ده ال input بدخل الهدوم بتاعتي المقطوع. The processing المعالجة اللي حصلت على الهدوم دي ايه اللي حصل swing together of these pieces ان انا بدأت اخيط القطع اللي انا عندي فيها المشاكل. طيب بعد ما عملت البروسيسنج المعالجة على الانبوت بتاعي ده طلع عندي الاوتبوت النهائي اللي هو finished garment اللي هو التصنيع او اللبس النهائي بعد التخيط. طيب انا عندي نهاية الباراجراف ده او الجزء من الباراجراف ده ان انا عندي ثلاث عمليات اساسية ال input اللي هو ال information وال data اللي داخل الجهاز ال processing المعالجة اللي بتحصل عليها وال output الناتج ال result النهائي بعد ال processing. بعد كده بيقول لي the fundamental hardware component in a computer system or the processor or is usually the center processing unit. طيب انا قلت العمليات اللي بتحصل عندي input بيحصل على processing بيطلع لي output. طب مين الجهاز الرئيسي اللي في الكمبيوتر اللي بيقوم بالعملية الرئيسية دي؟ الكيسة بمعنى اصح زي ما كنا بنقول زمان. مين الكيسة؟ الجهاز الاسود اللي كان موجود ايام الكمبيوتر البي سي. الكيسة دي عندنا المصطلح الرئيسي او العين بتاعها اللي هو البروسيسور. جواها بروسيسور جواها معالج central processing unit الوحدة الاساسية المركزية اللي بتعالج هي دي المسؤولة عن كل حاجة موجودة عندي في الجهاز. فthe term computer includes this part of hardware in which calculation and other data manipulation are performed and the high speed internal memory in which data and calculation are stored during actual execution of programs. يبقى دلوقتي الكمبيوتر عامة بيحتوي على العمليات اللي احنا قلناها ان انا عندي داتا بيحصل عليها calculation and manipulation بيحصل عليها processing وعندي كمان اماكن مفروض ان انا هحتاج اعمل عليها storing للداتا والresult والحاجات اللي انا طالعالي من البروسيسنج ده. طيب فبالتالي ال CPU قلنا هو المسؤول عن هو اللي يعمل المعالجة على الداتا عشان يطلعلي الاوتبوت. احنا قلنا ان الداتا دي محتاجة ان هي يكون حواليها او موجود معاها اماكن الستورج يتحط عليها الاجهزة الداتا دي. فبيقولي attach to the CPU مفروض بجانب ال CPU في مجموعة من ال various peripheral devices such as card readers and keyboard بيتوصل بيه مجموعة من الأجهزة زي مثلا ال readers ال keyboard دي مثلا أجهزة input معنى عشان أدخل المعلومات عندنا بدخل بالماوس بدخل بالكيبورد بدخل بالسكانر دي مجموعة بدخل بيها داتا. طب when data or programs need to be saved for a long period of time they are stored on various secondary memory devices or storage devices such as magnetic tapes or magnetic disk. طيب انا بدخل الداتا بتاعتي دلوقتي باستخدام اجهزة input devices وبعمل عليها processing باستخدام ال CPU او processor. طيب الداتا اللي انا بدخلها وبعمل عليها processing بتطلع لي result وبخزنها بحطها في اجهزة اسمها storage devices اجهزة تخزين اللي هي عبارة عن secondary memory. طيب عندي امثلة ليها زي الماجنتيك تاب اللي هي الاقرصة المغناطيسية او الماجنتيك ديسك زي الهارد ديسك المجموعة في امثلة كتير جدا جدا من ال storage devices. Computers have often been sort of as extremely large adding machine, but this is a very narrow view of their function. Also, computer can only respond to a certain number of instructions. يعني معنى صح الكمبيوتر مش عبارة عن جهاز بيقوم function بمدى قليل أو مدى ضيق. بالعكس ده هو يقدر إن هو ياخد عدد كبير جدا من instructions ويقدر إن هو ينفذه في نفس الوقت. بالتالي هو مش single purpose machine يعني هو مش ماشين معمولة لغرض واحد معين فقط. بالعكس انا ممكن ادخله
instruction can be combined in infinite number of seconds، اقدر ادخله مجموعه كبيره جدا من instruction وانفذ اكتر من كام عمليه. فبالتالي الكمبيوتر الكمبيوتر ما لهاش ليميت معين، كل مدى اصلا الكمبيوتر مكتشف انها قادره ان هي تعمل حاجات كتيره جدا جدا. Therefore a computer has no known limit on the kinds of things it can do. فبالتالي ملوش ليميت او ليميت معروف، حدود معروفة او قيد معروفة لمدى قدرته، بالعكس كل مدى بيبقى فوق توقع الايميجينيشن، التخيل اللي احنا متوقعين. In the late 1915 and early 1916 when electronic computers of the kind in use today were being developed they were very expensive to own and run. أول ما أجهزة الكمبيوتر طلعت في سنة 1950 و 1960 كانت أجهزة الكمبيوتر دي كانت غالية جدا جدا، وصعب على الإنسان كمان إن هو يمتلكها وإن هو يعرف يتعامل معها. Moreover, their size and reliability were such that a large number of support personnel were needed to keep the equipment operating. وبالتالي كان برضو السايز بتاعها كبير جدا، إن الشخص يقدر إن هو يعتمد يعني يملك الآلة دي ويقدر إن هو يتعامل معها. بس مع مرور الأيام كل ده بيتغير. This has all changed now. كل ده اتغير جدا. That computing power has become portable. إن عندنا أي جهاز كمبيوتر بيقدر كويس أوي يكون portable، قابل للاحتمال، more compact and cheaper، رخيص جدا وبقى سهل التعامل معاه كمان. In only a very short period of time, computers have greatly changed the way in which many kinds of work are performed. مع مرور الأيام وخلال فترة قصيرة جدا الكمبيوترز عملت تغيير كبير جدا في أنواع كتيرة من الشغل اللي تقدر إن هي تقوم بيها. Computers can remove many of the routine and boring tasks. Computers قدرت إن هي تقوم بشغل كتير روتيني وكمان من التاسكات المملة من اللي احنا كنا بنعملها في الحياة بتاعتنا. Leaving us with more time for interest. وكده بتقدر توفر لك انت وقت للرفاهية وللكرياتيف ورك بتاعك. It goes without saying that computers have created all new areas of work that didn't exist before their development. يعني نقدر نقول ان الكمبيوتر عملت مساحة من الشغل وقدرت ان هي تقوم بيه وتوفر لنا احنا وقت نستفاد منه في الرفاهية و creative work اللي كانت بالحاجات دي ما كانتش موجودة قبل اختراع. ده كده باراجراف بسيط كان فيه شوية دردشة عن أهمية الكمبيوتر والمكونات الأساسية فيه وإمتى اخترعه وقد إيه هو قدر يوفر وقت ومزايا كتير ليه جدا. خلينا نحل الإكسرسايز بتاعه. أول إكسرسايز عندنا decide whether the following statement are true or false. حدد لي إذا كانت المعلومات اللي قدامك دي true or false. طب خلينا نشوف جملة جملة ونتناقش فيها. أول جملة عندي all the information to be processed، كل المعلومات عشان يتم معالجتها must be prepared in such a way that the computer، لازم أن تكون مجهزة بطريقة الكمبيوتر will understand it. يعني بيسأل هل كل المعلومات اللي أنا لازم أدخلها للكمبيوتر عشان يعرف يعمل عليها processing لازم تكون في الطريقة اللي الكمبيوتر يقدر يفهمها؟ أكيد طبعا. وهتاخده بالتفاصيل بعد كده في مادة الكمبيوتر ساينس أو في المواد التانية، إنه الداتا بتبدأ يحصل لها بحولها للغة الكمبيوتر اللي هي 0-1 الماشين لانجوج، وبالتالي true. طيب تاني واحدة because of the complex electronic circuitry of computer data can be either stored or moved about at high speed. يعني بيقول لي يعني فضلا ان اجهزة الكمبيوتر اللي موجودة والكمبلكس سيركت اللي هي موجودة جواها هل نقدر ان احنا نخزن الداتا ونتعامل معاها بهاي سبيد؟ ايوان فعلا كل مدى مع التجديد ومع التحديث اللي بيحصل للكمبيوتر والصناعة بتاعته من جوا بنقدر نزود من معالجة الداتا ومن كمان المساحة بتاعة التخزين ومن التعامل معها. فهيكون عندي فبتبقى الإجابة
تالت واحدة بيقول لي not all computers can process data given to them and produce result. هل كل أجهزة الكمبيوتر ممكن تكون مش قادرة إن هي تعمل بروسيس للداتا اللي أنا اديها له؟ لا طبعا، مفيش جهاز كمبيوتر يكون موجود جواه البروسيسور ال central processing unit ما يكونش قادر إن هو يعمل بروسيس للداتا اللي احنا مدخلينها ده. هو وظيفته أصلا بياخد داتا بيعمل لها بروسيسنج بيطلع لي أو، فبالتالي هتكون فولس. The basic رقم 4 the basic concepts of data processing are restricted to computers alone. العمليات الأساسية في معالجة الداتا هل هي متوقفة على الكمبيوترز alone؟ هل هي متوقفة على السبيو فقط؟ لا طبعا. ليه؟ مش احنا قلنا ان انا ماشي انا مفروض في داتا بدخلها للكمبيوتر يعمل عليها processing عشان يطلع لي، بس مش انت محتاج ان جوه السي بي يو او جوه السنترال بروسيسنج بيكون في اجهزه خاصه الاول على الانبوت زي ماوس كيبورد زي السكانر بتقرا الداتا، كمان بيكون في اجهزه خاصه بالاوتبوت زي السكرين زي مثلا السماعات ايا زي البرينتر لو هطبع ورق. بالتالي لا، انا بحتاج اجهزه من الانبوت بحتاج اجهزه للاوتبوت، وكل ده اجهزه فيزيائيه او ماديه أقدر إن أنا ألمسها بوصلها بالكمبيوتر اللي يقصد بيه هو البروسيسور Central Processing Unit. فبالتالي هقوله false. رقم 5 the processor is the central component of computer system. هل البروسيسور هو المكون الرئيسي والأساسي في الكمبيوتر سيستم؟ فقلنا طبعا true. All other devices used in a computer system are attached to CPU. كل devices زي input devices زي output devices كل الأجهزة دي هل هي تتوصل بالـ CPU؟ قلنا أيوة فعلا هي الأجهزة دي بتتوصل بالـ CPU عندنا. طيب نيجي لرقم 7 memory devices are used for storing information. قلنا فعلا ان احنا بنحتاج ان يكون في عندي مجموعة من الاجهزة زي ال storage devices او ال memory devices دي بنستخدمها عشان نخزن عليها ال data بتاعتي عشان اقدر ان انا اتعامل معاها. هيكون رقم 8 computers are very much restricted in what they can do. هل الكمبيوترز مقيدة ومعروف ايه هي حدود عملها؟ فولس طبعا. احنا قلنا ان كل مدى مع التقدم ومع التحديث اللي بيحصل للكمبيوتر مبقاش متوقعين الى اي مدى هي ممكن تنفذ ايه من التاسكس. كل مدى كل ما الفترة بتعدي العلوم بتظهر بيكتشف قد ايه الكمبيوتر بنحاول اصلا نعمل محاكاة للانسان في الكمبيوتر انها تنفذ تاسكات كتير زي الكمبيوتر. وفي في مواد كتير هتدرسوها هتبين مدى محاكاة الكمبيوتر للانسان. بالتالي هنقول فولس. رقم 8 computers today cost less are smaller and you need fewer people to operate them than in the past. هل الكمبيوترز أجهزة الكمبيوتر من النهاردة أو الأيام دي بتكون تكلفة أقل بتكون أصغر في الحجم وإن الناس كمان تقدر إنها تتعامل معاها عن زمان؟ أيوة فعلا الموضوع بقى أسهل وأبسط من الأول. زمان جدا أو المخترعات كانت كبيرة جدا في الحجم كانت غالية جدا وكان صعب الإنسان إن هو يمتلكها ويتعامل معاها. آخر واحدة عندنا computers haven't changed our working condition very much. هل الكمبيوترز مقدرش تأثر على الأحوال والظروف العمل بتاعتك؟ لا طبعا غلط. فولس. احنا قلنا إن هي قدرت إن هي تقوم بمجموعة من التاسكس
الروتينية اللي كان الإنسان بيقوم بيها، فقدر إن هي توفر له وقت يقدر إن هو يشوف الانترستنج وورك بتاعته، يقدر يعمل كرييتيف وورك ليه. كمان سهلت ليه إن هو نفسه الشغل بتاعه على الكمبيوتر قدر إن هو يعمله بمنتهى البساطة. ده كده الترو والفولس بتاعه. شوف اللي بعد كده. بعد كده بيقول لي refer back to the text and find the synonyms، اللي هو ارجع للباراجرافات اللي احنا شفناها وعندي مجموعة من الكلمات عايز يشوف اي كلمة في الباراجرافات اللي فوق بتقابلها نفس المعنى. نفس المعنى. اول احنا عندنا tremendous. tremendous يعني هائل، موجود بشكل ضخم بأعداد كبيرة مهولة جدا. طيب ايه الحاجة اللي احنا ممكن نلاقيها موجودة لو رجعت للباراجراف؟ هنلاقي ايه مثلا؟ انا مش شايفه غلطه، فخلينا نشوف نقرا واحده واحده. خلينا نشوف مش ديزاين تو بروسيس. بروسيس من كمبيوتر ساين ميتر من هنا في الكمان في ديزاين. اوكي، هنا بيقول لي computers are made up of millions of electronic devices capable of storing data or moving them. تمام، at enormous سبيد يعني بسرعة مأهولة، بسرعة ضخمة جدا، فبالتالي انيرمس هتكون هي المعنى المقابل او هو لترمنتس. تاني حاجة عندنا ايديا يعني افكار، مصطلحات اساسيات. فايه عندنا ممكن قابلنا يكون هو نفس المعنى بتاع ايديا؟ نشوف تاني بالجروب نكمل. أول تكملة هي كريتيس بعد استمتاع الانفورميشن. أوكي، عندي هنا these three basic concepts of input processing and output. هنا بيقول لي إن أنا عندي ثلاث مفاهيم، ثلاث أساسيات، ثلاث مصطلحات أساسية أقدر إن أنا أتعامل معاهم، اللي هو الـ input والـ processing والـ output. فالـ concepts هيها الـ ideas، أو معنى الأصح نفس الـ meaning بتاعها. react يعني يتعامل معه، ياخد رد فعل على الحاجة. طب إيه الحاجة اللي إحنا ذكرنا فيها إن بيحصل فيه respond أو react؟ لما قلنا عندنا إن أنا لما بدخل الـ data المفروض بيحصل respond وبيحصل process ليها. دي كانت فين؟ لما اتكلمنا على processing كانت هنا. ده مثلا اوكي، هنا لما قلنا also computer can only respond to a certain number of instructions، لما بيدخلوا مجموعة من التعليمات او الاوامر الكمبيوتر بيقدر ان هو respond يتعامل معها او يتجاوب، بياخد رد فعل. ف respond هي زي react يعني بياخد رد فعل معين، و response بياخد برضو بيتجاوب او بيتفاعل معه. طيب takeaway، تكاوي يعني بيبعد الحاجة، بيزيلها، بيحصل لها ريموف. فبنشوف حاجة حصل لها إزالة هنا. مكانش فيه هنا إزالة، مكانش فيه هنا إزالة. اوكي،
NLL computers can remove many of the routine and boring tasks from our lives. إن الكمبيوترز قدرت بالفعل إن هي تبعد عننا أو تزيل أي من المهمات الروتينية والمملة. ف remove يزيل, take away تاخد نفس المعنى اللي حطيناه. لو أنا computers can take away many of the routine tasks from our lives, ف remove تبقى نفس take away. شوف اللي بعد كده, refer back to the text and find the antonyms. المرة دي هنجيب المعاكس different meaning. طيب الأول عايزك تحط ورقة تكتب فيها الأربع كلمات, وبعدين روح اقرأ انت الباراجراف وحاول تطلع الإجابة بنفسك, وبعدين ابقى اسمع الإجابة تاني في الفيديو. taken away, take away زي ما قلنا هنا يعني كان بيزيل الحاجة أو بيبعدها بعيد. طيب أنا لو أنا باخد الحاجة بعيد يبقى العكس بتاعك إن أنا بديك الحاجة دي بعطهالك. فخلينا نشوف حاجة في البروجرافات بتدل إن أنا بديك حاجة. طيب إيه الحاجة اللي أنا بديها؟ إحنا قلنا إن أنا بيكون عندي مجموعة من البيانات بدخلها أو بديها للكمبيوتر يعمل عليها بروسيسنج. فهاندلينج or manipulating the information that has been given to the computer. يبقى given معناها ان انا بديها للكمبيوتر بعدها, فهي طبعا العكس بتاعها اللي هو كان take away ان انا ببعتها من الكمبيوتر. وايد يعني عريض واسع. فايه الحاجة اللي كانت ضيقة او اتكلمنا عنها ان هي كانت مقيدة قليلة؟ أعتقد كانت هنا لما قلنا computers have open been sort of extremely large adding machine but this is a very narrow view. narrow view يعني نظرية قليلة جدا ضيقة جدا, فعكس narrow wide نظرية واسعة عريضة شوية, فعكس wide limited يعني مقيد, حاجة محددة معروف بدايتها ونهايتها. طب احنا عايزين عكسها اللي هو حاجة infinite, حاجة غير مقيدة. طيب ايه اللي احنا اتكلمنا فيه في infinite؟ حاجة مثلا قامت بعمليات كتير او مش معروف اللي بالضبط بتاعتها. مثلا ممكن تكتب هنا هنا لما اتكلمنا ان هو الاكيست كمبيوتر مش معمولة بسنجل بيربس, بالعكس هي تقدر تقوم بانفينيت نمبر اوف سيكونس, عدد كبير جدا من العمليات المتتابعة ومعالجة البيانات. فهي انفينيت اللي هي نو ليميت. طيب immovable يعني حاجة غير قابلة للتحرك. احنا اتكلمنا عن حوار التحرك عندنا لما قلنا ان اجهزة الكمبيوتر كانت زمان كانت كبيرة جدا في السايز وكانت غالية وكان صعب الانسان يتحرك معاها. بس بعد كده الكمبيوتنج باور هاز بيكم بورتابل يعني قابلة للحمل, يقدر الانسان يشيلها. فبالتالي موفابل برضو يعني قابلة للتحرك, انما هنا الموفابل كانت غير قابلة للتحرك, ما يقدرش الانسان يحركها او يشيلها. ده الكلمات العكس. طيب خلينا نكمل في الاكسرسايز. هنا بيقول choose the الكلمة المناسبة ان احنا نقدر نكمل بيها الجملة عندنا. عندي اول حاجة addition, add, added, additional, additionally, added. بمعنى صح الاد الاضافة دي منها الverb والobjective والnoun والadverb. وعندي ثلاث جمل المفروض ان انا هكملهم بناء على مكانها هحط الانسب. اول واحده مين التيرمينالز كان بي سبيس تو بيزك سيستم اف نيدز ا ريس.
يعني مجموعة من الإضافات أقدر إن أنا أضيفها في السيستم بتاعي لو هو احتاج. كان بي أكل كان بي، طبعا احنا عارفين إن بي بيجي وراها الفيرب هي لما مبنية للمجهول، فالفيرب في التالت الصيغة التالتة، فهيبقى هنا عندي أدت. space and subtraction are two basic mathematical operations. طبعا هنا مفروض ان هو noun، فانا عندي addition هو النوم. طيب when buying a system there is often no space charge. طيب charge دي عبارة عن noun، فبالتالي هيكون قبلها ايه؟ ال objective الصفة بتاعته. طيب ال objective عندنا من الأداة عبارة عن ايه؟ additional charge. فهنا حطينا الفعل مبني للمجهول، عندنا هنا الناون، عندنا هنا الأوبجكت. تاني مثال برضه فعل جايبه بالنيم وبالأوبجكت والأدفيرب وكل حاجة، المفروض نحطه بناء على مكان المناسب. أول حاجة there can be many spaces involved in setting up a computer in an old building. لو أنا جيت أحط الكمبيوتر في مبنى قديم او حاجه، فانا ممكن تقابلني مجموعه من الشكاوي او المشاكل عندي، فميني حاجه بتتعدى حاجه نون قابله للعد، فبالتالي ايه النون اللي موجود عندنا هنا؟ فيبقى ميني كومبليكيشن. طيب تاني حاجه It's sometimes a very long process getting into a computer installation for security reasons. لو أنا اتبسطت بحاجة في الكمبيوتر لازم أخد بالي من السكيورتي، فدي غالبا بتكون عملية إيه؟ معقدة أو صعبة شوية. فالبروسيس عبارة عن noun، فأنا بحتاج إن أنا أحط هنا objective صفة ليها، فالobjective تبقى عبارة عن complicated. آخر حاجة it's sometimes really not to explain computer concept، إن هو أحيانا بيكون صعب إن أنا أوضح مفاهيم الكمبيوتر من جواه، فتبقى complicated. يعني إحنا عارفين complicated ده كده أول مثال. المثالين اللي بعد كده عندي differ difference different وهكذا بقى بقية المشتقات بتاعتها. فأول مثال there isn't a very big knot in forwarding for a program to be written. في اختلاف كبير جدا موجود في كتابة الفلوشارت بتاع البروجرام، فبالتالي big دي صفة فبالتالي وراها noun، فالنون عندنا عبارة عن difference. There are many not computer manufacturing today. طيب computer manufacturers دي عبارة عن noun، فبالتالي محتاج قبلها objective ف different. طيب and the buyer must be able to not between the advantage and يقدر ان هو يعمل او يشوف الاختلاف ما بين، يفرق ما بين العيوب والمزايا بتاع كل واحد. يقدر هو يشوف الفرق او يفرق ما بين المزايا والعيوب. The abundance of programs as the best way of solving program open different يفرق بشكل كبير. الفرق بين differentiate و differentiate عندنا
الشخص هو اللي بيقوم بيشوف الاختلاف ما بينه وبيقارن ما بين الحاجة. فالديفر الحاجز نفسها هي اللي بتعمل الاختلاف. يعني عندنا حل المشكلة مثلا هي عملت اختلاف بشكل كبير، هي اللي قامت بالاختلاف كمادة كشيء. إنما هنا differentiate الشخص عمل مقارنة وقارن ما بين حاجتين، طلع هو الاختلافات ما بين ده وده. آخر واحدة من النوع ده rely on reliable reliability اللي هو الاعتماد. طب computers are not machine، هي عبارة عن أجهزة قابلة للاعتماد. ف all والماشين دي ما ينور، فهتلاقي objective، فالobjective عندي reliable يعني قابل للاعتماد عليه. طب if you don't know the meaning of a computer term you can't always not on all purpose dictionary for the answer. لو انت مش عارف معنى الكمبيوتر ومصطلحه مش هتقدر تتعامل او تعتمد على الانسر اللي جاي. ف you can't always reliable. خلاص ان احنا عارفين كان و كانت طبعا بيجي وراهم الفعل في حالة المصدر. Computers can do mathematical operation quickly and طبعا هنا عندي adverb هو بيقوم بالحسابات بحالة ايه؟ بسرعة وبحالة معتمدة جدا variability. فانا احط ال adverb اخر حاجة عندي خالص اخر مسألة. المثال عندنا عندي مجموعة من الكلمات عايزة اكمل الجملة اللي قدام. طيب عندي processing معالجة مشين كتاب قلنا هو عبارة عن storing device الهاردوير الجزء الهاردوير المادي اللي اقدر امسكه. الانبوت الادخال المشين كتاب ديسك هو عبارة عن جهاز جهاز تخزين. البروسيسور المعالج الاوتبوت الافراج single purpose بتقوم بوظيفة واحدة معينة. personal استخدام شخصي secondary memory هو نوع التخزين. اول جملة information نقط takes place in the not not in the space device or that first information a keep information processing معالجة البيانات. طيب معالجة البيانات دي معالجة البيانات دي بتكون موجودة فين؟ معالجة البيانات دي مين اللي بيعملها عندنا؟ اللي بيعملها عندنا البروسيسور. فادي البروسيسور واحنا قلنا عندنا بروسيسور وعندنا input devices وعندنا output devices. فادي input not in input devices not in output devices. طيب نيجي نشيل الكلمات اللي دخلنا بروسيسنج. مثلا خلينا نعملها بلون أزرق مثلا وخدنا input وخدنا processor وخدنا output. طيب نجي مثال تاني. The NOT refers to all the electronic devices used in the computer installation عبارة عن كل الأجهزة اللي بتستخدم في عمل جهاز الكمبيوتر. هو عبارة عن أجهزة الإلكترونية الأجهزة المادية اللي أنا أقدر ألمسها بإيدي فهو أكيد عبارة عن أي هاردوير ديفايس. هاردوير واحنا استخدمناه هنا هاردوير. بعد كده نقط space and space units are used as space storage devices عايز نوعين من أجهزة التخزين بيستخدموا كـ secondary كنوع من أنواع التخزين. ماجنتا تيب احنا قلنا هو عبارة عن جهاز مش عارفة وعيته عليها ولا لأ، بس هي كانت عبارة عن أجهزة مغناطيسية. هي كانت بتخزن حجم قليل شوية بس كانت بتستخدم زمان جدا في التخزين. ماجنتا تيب وعندي ماجنتا ديسك اللي هو الديسك اللي هو الهارد ديسك. ودول نوع من انواع طبعا secondary memory devices. secondary memory
تمام، انا كده ده عملناها كده، خدناها كده، دي خدناها. طيب اخر واحدة، A computer isn't a usually space machine and may require specialized space to operate it. هل الكمبيوتر، احنا قلنا هو بيستخدم استخدام الغرض واحد، لا طبعا احنا قلنا الكمبيوتر اقدر استخدمه اكتر من غرض، فهو مش استخدام غرض واحد، وبالتالي انا اقدر استخدمه personally ليا اكتر من كام عملية او من كام instruction. Personal purpose. Personal. كده دينا كومبليت كل الكلام بتاعنا. ده كده كان آخر exercise موجود معانا. ناقشنا مع بعض شوية على الكمبيوتر، المفروض رجعت للناون والأوبجكت والأدفيرب وأحط إيه المناسب. خدنا exercise إن أنا أجيب نفس المعنى والمضاد، خدنا true false، عرفنا الأساسيات الكمبيوتر والإنبوت والأوتبوت والبروسيسنج وقد إيه فرق في حياة الإنسان. ده كده كان السكشن الثاني بتاعنا، وبالتوفيق يا شباب، شكرا لكم.